أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لا إله غيرك ولا رب سواك. وأصلي وأسلم على الحبيب سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك المبلغ عنك بالحق والهادي الصراط المستقيم، بأبي هو أمي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهادي حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. صلاة نسألك يا مولانا أن تغفر بها ذنوبنا وتسير بها عيوبنا وتتجاوز بها عن سيئاتنا وترفع بها ذكرنا ومقامنا غدا يوم لقائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها السادة المشاهدون، أيتها السيدات المشاهدات، سيادي لليتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سعيد مرة أخرى بوجودي معكم في هذا اللقاء المبارك، في هذه الجلسة المباركة، برنامجكم هذا يا رب. اليوم غادي نوقفوا مع واحد الدعاء عظيم جليل، كيقول فيه سيدي ربي سبحانه وتعالى: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هذا الدعاء جاء في واحد السياق، واحد السياق ديال الكلام ما بين الحق سبحانه وتعالى وبين سيد النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن كيحكي هذا الأمر، هذا كيقول سيدي ومولاي: قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هذا السياق فشت هذا الدعاء وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كيعلم الحق سبحانه وتعالى، كيعلم سيد النبي يدعي. قل يا محمد ربي، يا رب إما تريني ما يوعدون، يعني داك الشيء اللي توعدتي به الكفار، اللي هددتي به الكفار من العقاب، توريه ليا نشوف. قل ربي إما تريني ما يوعدون، إذا كان غيوقع عليهم ما خص، يعني بعدني ما نكونش معهم. وفي الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. المؤمن كيقول، سيد النبي هو اللي وصى: اللهم إن أردت بالناس فتنة فخذنا إليك غير مفتونين، أو فاقبضنا إليك غير مفتونين. ولهذا سيد النبي، سيد ربي كيعلم: قل ربي إما تريني ما يوعدون، إذا أردت أن تريني ما يوعدون من العذاب من العقاب، ربي ما تجعلنيش معهم، ما نحضرش لهم، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين الذين سيصيبهم ذلك العذاب. قل ربي إما تريني ما يوعدون، يا سيدي يا ربي إلى غادي توريني داكشي اللي غادي يوقع لدوك الناس، ما تحضرنيش معهم. وهذا هو المعنى ديال الدعاء اللي قالوا سيد النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن أو علموا لنا، اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ولهذا الناس، الإنسان المؤمن كيقول كيطلب الله سبحانه وتعالى يبعد عليه الفتنة، وكيطلب الله سبحانه وتعالى يبعد الفتنة على البلاد وعلى الأمة كلها، لأن الفتنة أشد من القتل. سيدي ربي كيقول: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. يعني كيقول سيدي ربي، كيقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: راه إلا بغينا، يعني سيدي ربي إلا بغى يوريك داك الشيء اللي توعدهم به الحق سبحانه وتعالى، يوريك في الكفار، يوريك فيهم داك الشيء اللي توعدهم به الله تبارك وتعالى، اللي يهددهم به الله تبارك وتعالى، راه قادر سيد ربي، قادر سيد ربي ان دوك الكفار يمحيهم من الوجود، كما وقع على الامم السابقه، عاد وثمود، العرب البائده. اذا
سيد النبي صلى الله عليه وسلم كيعلمه الله سبحانه وتعالى اش يقول، قل ربي اما تريني ما يوعدون. ربي يا سيدي ربي الا كتبعتي على دوك الناس انك يعني تنفذ فيهم داك العقاب ديالك ما تحضرنيش. قل ربي اما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، ما نكونش معاهم، ما نكونش حاضر لهم معاهم. وسيدي ربي كيرد كيقول له وإنا على أن نريك ما نعدهم لقدر، هو أنا يعني الحق سبحانه وتعالى قادر على أنه يوري للنبي صلى الله عليه وسلم داك الشيء اللي هدد به الكفار، الكفار ديال قريش، ولكنه رحيم، رحمن رحيم، الله سبحانه وتعالى يكون بغيه لكم كره لكم. ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ضارئة من دابة، لكن سيد ربي سبحانه وتعالى كيعلم النبي صلى الله عليه وسلم انه يصبر على دوك الناس، رغم انهم ما بغاوش يامنوا، رغم انهم جحدوا، رغم انهم كفروا، رغم انهم اعتدوا وظلموا وبغوا، فكان سيد النبي صلى الله عليه وسلم كيخاف عليهم. هذا هو اللي مهم، سيد النبي كان رحيم، كان رؤوف، خايف على القوم ديالو يوقع عليهم شي حاجه من داك الشيء اللي وقع للامم السابقه. ربي اما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، ما تجعلنيش نكون حاضر، لان ربي الا كتب على شي ام الهلاك راح يعني بسبب الفساد ديالهم راح حتى دوك الصالحين اللي كانوا حاضرين هما يصيبهم ذلك. وهذا ما أشار ما أشارت إليه السيدة أم سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفي الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. لما يكثر الخبث يعني فساد في الأرض والجرأة على المعاصي إلى درجة استحلال ما حرم الله، ولهذا سيد النبي كان خايف على القوم ديالو، خايف عليهم انه وقع عليهم ما وقع على الامم السابقه. قل ربي اما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، وانا على ان نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي احسن، اصفح واعفو واسمح لهم وخي غلطوا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك لما جاء ملك الجبال بعد ما وقع له ما وقع له في الطائف، ودعا لك الدعاء الكبير العظيم وطلب الله سبحانه وتعالى ينصره، نزل عليه سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال، قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد إن ربك يقرئك السلام وقد بعث معي ملك الجبال، أمره أن يطيعك في قومك. فقال له ملك الجبال يا محمد لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، لكنت أمرني لقدك جوج جبال، الأخشبين هما جوج جبال اللي في مكة، قيقعان وابي قبيس، قالوا لاقيهم لاقيهم ونمحي الناس ديال مكه من الخريطه ما يبقاوش. سيدنا جبريل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له لا، لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله، يمكن يخرج من الاصلاب ديالهم اولادهم اولاد اولادهم يكونوا يعبدوا الله تبارك وتعالى، خليهم. فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحيم، فيه الرحمه، ولذا كان كيخاف ان العذاب يوقع بكفار قريش كما وقع بالامم السابقه. ولذا ربي كيعلمه كيقول قل ربي اما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، الا كنت غتعذب هاد الناس هادو انا ما نكونش حاضر. سيد ربي كيقول له وانا على ان نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي احسن، غير يعني اذا كانوا هم اساءوا ادفع السيئه بالحسنه، ادفع بالتي هي احسن، ادفع بالتي ادفع السيئة بالتي هي أحسن، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، نحن عارفين داكشي اللي كيقولوه وكيفكروا فيه. ثم قل وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وهذا الاستعاذة من الشيطان، من الهمزات ديالو، من الهمز ديالو، من اللمس ديالو، من النفس ديالو، من النفخ ديالو. وهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ولمزه ونفته ونفخه. ربي
قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ما يحضروش يعني أبعدهم عنا. قل أعوذ بربي الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقد كان من الدعاء لكي تقرأ الإنسان لكي يبغي ينعس هو هالدعاء، أعوذ بكلمات الله التامات من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الإنسان يحصن نفسه بالدعاء ويستجير بالله. أعوذ ما معنى أعوذ؟ ما معنى أعوذ؟ بالدال المعجمة. أعوذ أي أستعيذ بالله، أي بجوار الله، أستجير بجوار الله من الشيطان الرجيم باش يبعد مني، من همزه، من همزه ونفثه ونفخه، فهو ينفث وينفخ. ولهذا الإنسان لما كيجي حالة تتأوب يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لما كيبغي يقرأ القرآن كيعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما كيبغي ياكل كيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نفس الأمر بالنسبة للمعاشرة الزوجية، نفس الأمر كل شيء، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ليبعده الله تبارك وتعالى. وقول ربي، قول ربي، الحق سبحانه وتعالى كيعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وقول ربي أعوذ، أعوذ ما معنى أعوذ؟ بالدال المعجمة، أستعيذ، أطلب جوارك، أستجير بك، أستعيذ بك من الشيطان الرجيم. وقل ربي أعوذ بك من الشيطان الرجيم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. همزات يعني ديك النغز ديالو، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله. الشيطان يعني هذا هو شغله، يعني كيوسوس، كيوسوس للإنسان، كيوسوس للإنسان، كيكون صلا كيوسوس له، كي يدفعه الى 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 المعصيه. لهذا الانسان ديما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في حاله الغضب. الانسان ما يغضبش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان كيوصي لا تغضب لا تغضب لا تغضب، فحاله الغضب الانسان كيخرج الكلام اللي ما خصوش يتقال. ولهذا احنا من الادب عندنا لما كتشوف شي واحد غضبان تقول له استعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي استجير بالله، اطلب جوار الله سبحانه وتعالى ليجيرك من الشيطان الرجيم تستعيذ به. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. إذن المؤمن دائما يستجير بالله ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم امتثالا لامر الله تبارك وتعالى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اش قال له؟ وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. نعود الدعاء، ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. اللهم انا نستعيذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله، والحمد لله رب العالمين. إلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.